أهلا بكم. استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان اليوم عرب تفاهم مع رب الوزير ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان في محاولة لتخفيف الاحتقان والتشنج بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فيما لا يزال الخلاف أو ما يعرف بالعقدة المسيحية تراوح مكانها في ظل إصرار كل من التيار الوطني الحر والقوات على مطالبهما، فيما سجل اليوم تراشق إعلامي بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر على خلفية كلام رئيس الحزب النائب السابق وليد جملة أمس من بيت الوسط. كل هذه المحاور أبحثها مع ضيف اليوم عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. يعني على أكثر من جبهة التيار الوطني الحر، طيب جبهة القوات من ميل والحزب التقدم الاشتراكي من ميل تاني. رح نبلش بموضوع تفاهم مع راب. أدي برأيك اليوم محاولة البطريرك وعربي التفاهم رح يوصلوا إلى تخفيف هذا الاحتقان ونرجع يمكن نبني مدماك لنرجع نعوم هذا التفاهم؟ أكيد أن مبادرة سيادة البطرك بمحلة ومرحب بها ومقبولة، والناس تسر جدا برؤية عرابي الاتفاق. الناس لما تسمع إبراهيم كنعان ملحم رياشي دائما تتفائل، دائما بتشوف شيء حلو قادم، لأنه عم بيقولوا يمكن ما بقى في حدا مآمن بهالتفاهم إلا ملحم رياشي وإبراهيم كنعان. أنا مآمن فيه، عم بيحاولوا يسوقوه. لا أنا مآمن فيه، والتكتل مآمن فيه، الناس مآمنة فيه، وترك آثار طيبة بغض النظر المطب الهوائي اللي نزل فيه. مثل الطيارة بتكون مرقة بمطب هوائي بس بتكمل وبتنزل بسلام. هيدا التفاهم عمل نتائج دائمة، ما ممكن انه تبطلي لها مفاعيلها. خلاص في شيء تم، في صلحة بين الناس تمت، وفي عهد جديد بلش، في برلمان صار، في قانون انتخابي وفي برلمان، هذه كلها من تفاهم مع راب. بس اليوم يعني في فصل عم بيصير بين تفاهم مع راب، موضوع المصالحة اللي حضرتك عم تحكي فيها، وموضوع السياسة والحجم والأحجام والتوازنات والتمثيل. هذا اللي على الأقل تيار الوطن الحر عم بحاول يقوله. صحيح، دائما في كل اتفاق سياسي في المهم وفي الأهم. نحن الأهم كان نطوي صفحة الحرب والجروح العميقة في المجتمع المسيحي واللبناني، هيدا تمت. هلأ اللي صار بعد منه في اشياء سياسية كتير ممتازة حصلت من بعد الانتخابات الرئاسية، والانتخابات قادت الى حكومة، بلشنا هون بلش يصير فيه سميناها قبل شوي مطبات، وكانت مش حلوة، ودت للي ودت له، بس ما له داعي. يعني هلا ممكن نرجع يكون في لاندنج جيد وانطلاقه جيد. ما في داعي اللي صار بالحكومه الماضيه، بس هلا كله ما فينا نرجع نتغاضى عنه لانه في حكومه جديده بتتمثل، وعم نحكي عن تفاهم مع راب والوثيقه التي نشروها القوات، وفي اتفاق كان صار. ايه هلا هولي من كذا شغلي بكل عمليه تشكيل حكومي، مش بس بلبنان، حول العالم الديناميات اللي بتصير ممكن انها تخلق فتره من الانتظار والملل والضغط والمشاحنات، وبيصير في كل فريق خاصة الأفرقاء الصغار والمتوسطي الحجم، مش صغار بأي قيمة إنسانية وسياسية، فريق مثلا ممكن يكون صغير، فريق متوسط الحجم دائما بتوقع من الفريق الكبير إنه يضحي وكذا، فبيعلوا السعر تياخدوا منه، فبيصير قصص من هيدا النوع. فأنا بتمنى إنه نحن ما نضيع وقت كثير. اليوم في شيء مكتوب، يعني في شيء مكتوب، وهذا الشيء المكتوب تم نشره. أيوة إذا تم نشره، هلا أنا كنت بتمنى ما ينشروه، لأنه اللي نشره وحاطت عليه سر للغاية لما نشر يعني أبطله خلصت. بس هو النشر بعد مقابلة الوزير الأخيرة وزير جبران باسيل، ومن بعد ما كان دكتور جعجع حكى من بيت الوسط إنه نحن ما راح نفوت بموضوع السجال الإعلامي، طلع الوزير باسيل بمقابلته التلفزيونية ونسف كل شيء، مما اضطر بالقوات اللبنانية لنشره. الله يعينك يا جبران باسيل، دائما حملوا كل شيء. ايه دائما الحق عليه انه انت نسفت كل شيء. ليش نسفت كل شيء؟ يعني بتعرفي انا اشتغلت اعلام مع الوزير باسيل، الوزير باسيل طيقرر يرد بيكون صار كله مثلا شيء 100 هجوم سكرت ما بيرد. اوكي يعني حتى هلا مثلا شوفي لما صار نشرت الوثيقه السريه مين رد من التيار؟ ما حدا شو بده يرد يقول التيار؟ لا 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 شو بده يرد يقول التيار؟ يقول انه احنا مضينا على ورقه واليوم بطلنا معترفين فيها. لا شو هو مستحي التيار؟ التيار مضي على ورقه وطبقه بحذافيره. بشو طبقه؟
يعني حتى بموضوع لما حضرتك حكيت عن الحكومة الماضية والمطبات اللي صارت بوقتها كان في اتفاق ضمن الوثيقة على موضوع تقاسم التعيينات، وصار هالشيء التعيينات الوزارية مثلا كان تكتل القوات اللبنانية، ما بعرف وقتها شو كان اسمه صرت ناسي، كان عندهم 9 نواب قديش أخذوا وزراء؟ كان مثلا بيطلع لهم وزيرين طلعوا لهم 4، نعطوا وزير ثالث ودولة رئيس. أوكي أخذوا بس بموضوع التعيينات والوظائف الأولى ما كان هذا الموضوع بالتعيينات في بالاتفاق شيء لازم واحد يقراه بالتمام على أي أساس بتصير التعيينات. مثلا تعيينات السلك الدبلوماسي أخذوها بالتمام مثل ما طلبوا أخذوا، القنصلي مثل ما طلبوا أخذوا، قضائية وقضائي كل شيء مع المعايير، في شيء دائما بيصير في شيء ما بيصير. ثقبت بالمعايير كل الكفؤين تيار وطني حر؟ لا ما فيهم قوات. لا 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 هذا كلام انا عم بنقول وجهة نظر القوات، عم بيقول انه بالتعيينات القضائيه وتشكيلات الدبلوماسيه ما كان في احترام لهذا. لا مثلا امبارح قيل عن سلك معين عين ناس قالوا كلهم تيار وطني حر، لا مش مزبوط، في بقلبهم قوات لبنانيه، في بقلبهم حزب تقدم اشتراكي، وفي كل العالم. هلا خليني اسال سؤال، اذا واحد ما اخذ كل اللي بده اياه بتحرز انه مثلا ينسف اتفاق؟ لا ما بتحرز انه ينسف اتفاق. بس مين اول حدا طلع حكى انه هالاتفاق بطل ساري المفعول؟ لا خليني الوزير بسيل. لا خليني اقول لك شيء، الوزير بسيل متفي وبيحترم توقيعه او بالاحرى متعهد ومحترم توقيعه. الوزير بسيل ما ابطل الاتفاق، بس كان في فترة طويلة من التهكم من الاتهام أو الافتراء، وبعدين بين التهديد بنشر الاتفاق وإلى آخره. بدكم تنشروا انشروا، في ما بعرف ليش زعجكم يعني نشر لا الاتفاق. لا ما زعجنا، ليش بيزعجنا؟ إنه شو عاملين شيء عيب تيزعجنا؟ نحن مش مزعجين، حبوا ينشروا، نحن كنا محترمين التوقيع وقالين إنه هيدا سري ما نشرني، حبوا ينشروا ينشروا فليكن. بس لما واحد بينشروا يعني قال انا ابطلته ونحن متمسكين فيه اللذه. اوكي نشروا، انا بدي اقول لك شغله، ما بعرف ليش كانت المشوره، ما بعرف مين عمل هالمشوره انه هات ننشر الاتفاق، شو الحكمه من نشر الاتفاق؟ لانه وصلت لمرحله دائما القوات انه لا مش مزبوط نحن متفقين على 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 تقاسم، لا بس نحن ولا متفقين انكم تاخذوا حصص. لا لا هو أدنى. هو تنحكي الحقيقه عيب نعمل اتفاق على تقاسم حصص، يعني هلا طيب. هلا المشاهد اذا بيجي بيقول انه يا عيب الشوم عليكم، انتم عاملين اتفاق علينا بتقاسم الحصص واتفاقكم بالعمق مش للمصالحه وبناء وطن، بدنا نروح نطبق. هيدا بضر التفاهم ايه اكثر ما بيقع. طبعا شو هو الاتفاق على تقاسم حصص؟ شو عم نلعب نحن ريسك كاي بالزمان او مونوبولي، اعطيني خود انا بدي 3 انت 6 كذا، مش عم نلعب هيك، مش عم نتقاسم حصص، عيب هيدا البلد. عم بتذكريني بشعر سعيد عقل العظيم، انت الهدايا بالعلب، انه خود 3 اعطيني 2 خود قدي قدك اكثر اقل، معيب هيدا الكلام. هيدا اقل شيء بالاتفاق، هيدا اقل شيء ونحن محترمينه. وهلا صار مارق سنه ونيف او نيف وسنه من وقت انتخاب فخامه الرئيس مش هيك؟ واخذوا كل شيء، بيقدروا يقولوا ما اخذوا كل شيء. اليوم لما تجي بتقولي ما التزمنا بالاتفاق، كانه هلا بتشكيل الحكومه نحن عم نشكل الحكومه وحرمناهم من اللي بحق لهم وقلنا لهم ما بحق لكم. ونحن اللذه من اول يوم عم نقول ما منريد القوات تاخذ اقل مما بحق لها ومما متفقين، بس مش من حصتنا. ايه خليني لك شيء، يلي بده يقول انه نحن حرمني بده يكون اول شيء مأكد نحن حرمني. ما انا كنت عم بتسمع على التلفزيونات او كن انا بندوي او على البوديوم مع حدا الزملاء بتكتل لبنان الجمهورية القوية، يعني انا اسمع اشياء انصدم يعني انا مش سامعها بالتكتل، هاي من وين هيدي اجي؟ مثلا المظلومية اللي خلقت والدفاع عن الحق المهدور، صرت انا افكر مين اللي سلبهم، ونحن ما عندنا الا الاصرار انهم ياخذوا اللي بحق لهم واللي متفقين عليه. فخلقوا مظلوميه وخلقوا نضال للدفاع عن الحق المهدور، وصار في ضجيج كثير وضوضاء كثير، وبعدين دعوه للتهدئه وبليها، نحن بنضيع وقت الناس، عم نضيع من عمر الوطن وعمر الناس ومن امال الناس اللي قاعده بلا شغل وناطره الحكومه تترجع على العجل الدور. ليش كل هالقصه؟ ما نحن مش اول شيء خلينا نفترض انه في 30
مقعد وزاري أو 24. شو هنن عنا وهنن عم بيطالبونا نقول لهم نعطيكم ما بنعطيكم، خد هاي ما تاخد هاي، شو نحن عم نشكل الحكومة؟ لا بس اليوم الكل عم بيقول لعرائيلي عن الوزير بسير بموضوع الدرزة والموضوع لا المسيحي. لا أنا بقراهم بالجرايد هولي وبشوفهم وبحضر في تكتل اسمه لبنان القوي وفي هيئة سياسية. أوكي أنا بحضر اثنين وفي مكتب سياسي مجلس سياسي بحضر الثلاثة. بتفاجأ أنا من وين بيطلعوا الأخبار؟ عن جد من وين بيطلعوا هالأخبار؟ يعني إنه أنا بشوف الوزير بسير شي مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع وكل مرة بين الساعة والساعتين وأحياناً أكثر. بصير أنا أسأل حالي من وين بيجوا هالأخبار؟ طيب لا أرجع لموضوع المصالحة اللي هو معتبرين هلأ المدماك الأساسي واللي الكل مصر عليه. طيب اليوم لما نشوف هيدا التراشق الإعلامي بين نواب تكتل لبنان القوي والجمهورية القوية، ولما نشوف حتى على وسائل التواصل الاجتماعي بين جمهور القوات وجمهور التيار الوطني الحر، نحكي مصالحة أنه مرحلة سابقة كان فيها دم طويناها، بس اليوم تشنج القائم بعد فينا نحكي في مصالحة فعلية؟ لما ابتدأت القصة تحمى كان في تدارك سريع بقلب التكتل والهيئة السياسية والمجلس السياسي بعدم الرد. وكان في تعميم نحن التزمنا وما كنا نحكي. هلا اكيد بدي اعترف انه الناس ما فيك تضبطيهم، انه تكتل شعبي ومش كلهم حزبيين وناس لو شو ما قلتي لهم بيعملوا البدونية. ايه الناس ولعوا على بعضهم، نحن كنا مبسوطين. يعني في اسباب للناس اليوم هالقد محقونه وعم تحكي من الطرفين، في اسباب. لا يفترض انه لما بتكون تعالجوا هيدا الموضوع، واليوم يمكن هيدا اللي عم يعملوا ابراهيم كنعان والحمري اشياء، انه تروحوا على الاسباب الخلاف، ليه القوات مزعوج من التيار الوطني الحر او العكس؟ اللي هو مزعوج بيجي بيقعد مثل ما المسؤوليه السياسيه بتفترض، بيقعد على طاوله وبيقول انا مزعوج من 1 2 3 وبتنحل هناك، ما بيروح للاعلام وبيخلق المظلومية اللي حكيت عنها وبيكبرها وبهوج الشعب وبعدين شوف كيف بدنا نسكتهم للناس. في مسؤولية. نحن من بعد سنين طويلة من الحرب، وكان بسنين الحرب يصير شغلات كل مدة ومدة يصير دورات من العنف على محاور القتال غير مفهومة، ما نعرف ليش. أوكي تولع شوي بعدين تروق بعدين تولع. العادة هاي ظاهر أصيلة بالطبيعة البشرية بهالمنطقة. إذا ما في مدفع منولعها بالكلام، والكلام أخطر من المدافع. وشوفي شو عم بيصير، هذا الكلام ممكن يودي لحرب. فبقى ليش بدنا نعمل دورات عنف كلامي؟ كل القصة مفتعلة. وإذا شفناها شوي بس على الجبهة المسيحية، عفواً على العبارة، يعني عدة نقاط ملتهبة. ليش وكيف وشو هي هالأوركسترا؟ يا هل ترى هالأوركسترا إلى مايسترو أم سائرت؟ وشو هي بس قصة إنه خلافنا نحن والقوات؟ شو هني عندهم خلاف معنا؟ نحن ما عندنا خلاف معهم. حسنا إن التيار هو المظلوم والمظلومية. لا هو مظلوم. مظلومية عن التيار. خليني أخبرك شيء، التيار مظلوم. أول شيء مظلوم بكل نضاله لما كان عم بيحكي إنه إنهاء الاحتلال. تهم إنه مطالبته غير واقعية ولا تتوافق مع الإجماع العربي والإجماع الوطني والإجماع العالمي، يعني درجة تهم إنه شيء خيالي مجنين. بعدين لما نجينا تهمه قبل ما بلشنا بأي عمل نضالي سياسي، تسونامي جايك الأخضر واليابس. بعدين 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 بتضلك تمشي فيهم. وصلنا للقصة تبع النازحين. بعد ما كان في نازحين حكينا عن مشكلة النازحين، تهمه بالعنصرية. شو ليش مش مظلوم التيار؟ هلا جزء من مظلوميته إنه بيفكر بحرص وما مستعد ينتقل للهجوم بلاش. البعض بيعتبر انه التيار لما فات وكان عنده هيدي الشعبية فات بتحت عنوان الإصلاح والتغيير، شفنا انغمس نوعا ما باللعبة السياسية الموجودة بالحصص بالتناتج، حتى بعض اتهم وزراء التيار والنواب بالفساد، حتى اليوم بالتركيبة التوزيع وغيرها أصبح جزء من هيدي المنظومة اللي كانت ماشية من التسعينات لليوم. نحن ما في أحلى منا هي قصة الاتهام. التيار الوطني الحر ما كان مشارك واجا ليشارك، انعملت الانتخابات اقصي عنها تحرف الرباعي وقتها تماما بالزور، اخذ اللي قدر اخذه حسب القانون القائم. بعدين بتجي على الحكومه بالزور بتاخذي لك شي حصه صغيره. والبلد طبيعته تشاركيه. طيب التيار هل حكم بانقلاب عسكري حط ايده بالقوه وقام بلش يزبط وما زبطت معه تنسي يتهموه انه ما زبط؟
التيار هو وريث الناس اللي كانوا حاكمين وودوا لهالخراب. اوكي، نحن عم نجرب نظبط، مطرح ما قعدنا زبطنا، الناس مش عاجبهم، بيجي الواحد بيحكي ما بيصدقوا. هلا انا حاطط سلر قدامي هون، حدا بعد بيذكر انه الوزير جبران باسيل نزلنا فاتوره السلر تلتين؟ ما حدا بيذكر. شكرا جبران باسيل، لازم يقولوا له شكرا، في مظلوميه عليه. حدا بيذكر انه حطوا خطه الكهرباء، هلا بيتهمون انه عم بيعملوا صفقات، حطوا خطه الكهرباء من 2010 ما كانوا يقرروا اياها حتى قبل الانتخابات، اقرروا اياها بعد الانتخابات، بعد التعديلات اللي كانوا طالبينها. اي تعديلات؟ موضوع البواخر، اي تعديلات والادارات يلي انعمل مكياج طفيف جدا، عملنا له كل شيء بدهم اياه، فاتوا صوتوا على الخطه كما هي، صاروا وزرائنا عم بيقاتلوا على مزيد من الديسكاونت، خلينا نسميه هيك، من الحسوم من الشركه، بالوقت الباقي كانوا موافقين. تيار مظلوم، تيجي هلا بتحمليه انه دخل بالسلطة، إذا ما دخل بالسلطة وبقي طوباوي ويحكي عن الفساد بيربح أكتر. أوكي، في ناس بيقعدوا بينظروا، لما بتفوتي أنت بدك تعملي 20 نقطة إصلاح لوحدك بتعمليهم ولا عندك شركاء؟ ما كانوا مقتنعين الشركاء، بس هلأ مؤخرا لا، صارت القصة جدية، بس أخذت زمن تصارت جدية. المقاومة صار بدها تحط حالها بالهم الداخلي، حطت حالها وشكلت لجنة، أو الكتلة مش المقاومة، الكتلة. أوكي، وشكلوا لجنة، دكتور فضل الله بيستلم هاللجنة بيشتغل، الرئيس الحريري أخذ قرار بالانخراط بمكافحة الفساد. أمتى؟ نحن عم نحكي من 2005 الخروج السوري من لبنان تتبلش تشتغلي، لليوم صار طاير من عمرنا 13 سنة، بس نحن كنا أول مين حكي عن التغيير والإصلاح وسمينا حالنا، إذا اسمنا الشرعي يعني تغيير والإصلاح. فبقى هلأ شو بتعملي؟ العالم ناطرة نعمل نحن تغيير، وقاعدين ناكف على الكراسي عند المسيحية وعند الدروز وعند السنة وكذا، إنه ليش؟ خلينا نبلش نشتغل. لما نرجع نحكي حوار كمان تيار، معقول نشوف لقاء جعجع باسيل؟ إيه ليش لا؟ إيه طبعا معقول، ليش لا؟ إبراهيم وملحم دائما بيجتمعوا وأنا بجتمع وأنا بحبهم، وأنا أقدم تحية أكيد للأستاذ إبراهيم، بس أنا أقدم تحية لرفيق الطفولة والصديق من نحن وصغار، في قواسم مشتركة جدا بينك وبين الوزير ريش. شو لكان؟ أنا بحبه قد الدنيا، أنا مقتنع فيه. أنا كتبت عن المجتمع المتنوع المتنافر، وكتبت عن عدة حلول بعدة دول، ووصلت إلى لبنان كتبت عن اتفاقية مارمخيل، هيدي القصة الأساس، هيدي السند الكبير، هيدي الأساس يلي حفظ لبنان. وبعدين أنا وعم بكتب صارت اتفاقية أو أقل من اتفاقية، يعني هاي الاتفاقية كانت سرية، تفاهم معراب، كتبت عنها، كتبت عن إبراهيم كنعان وملحم رياشي مع احترامنا لمواقعهم وألقابهم، كتبت عنهم وقلت طوبى لصانعي سلام لأنهم أولاد الله يدعون، عملوا سلام. صحيح. أوكي، أنا بقول اللي إجا خلف ملحم ولا اللي بيجي إبراهيم نحن بعده محله، نحن مؤتمنين على هيدا السلام، ممنوع نفرط بهيدا السلام. فبقى ايه نحن قادرين نطوي صفحه. طيب شو الارضيه المطلوبه اليوم ليحصل اللقاء بين دكتور جعجع والوزير باسيل؟ ما بعتقد في مشاكل ليكون بتصير. تم الاتفاق ولا الاتفاق بيصير باللقاء؟ نحن الاتفاق نحن متمسكين فيه بس بكل بنوده، ومتمسكين بروحيته، يعني مش بس نص وبالروح تبعه، نتعهد انه نوقف على النص والروح بيكون. طيب كيف اتهام للقوات اللبنانيه انه هن ما بلشوا بخرق الاتفاق لما هاجموا العهد، وبالحكومه كانوا من اشد المعارضين لخطط تيار الوطن الحر؟ سال دكتور جعجع انه اذا نحن طلعنا اعترضنا على بند من البنود او على خطه او على ملف من الملفات بنكون نحن ضد العهد؟ خليني اقول لك شيء، نحن وزرائنا اذا اخطاوا ننتقدهم ونطالب بتحسين ادائهم. اوكي، مش عيب، بس اذا انا ما بشوف الا الوزير الفلاني بضلني نازل فيه وعم شكك باخلاقيته، وبعدين بيتبرهن انه كانت خطته سليمه واخلاقيته نظيفه، وما بقول عنه انه انا كنت عم بقوس عليه هيك، هيدا في شيء غلط، هيدا بيودي لمشكل، الافتراء بيودي لمشكل. ما كان في بالحكومه الا وزراء التيار نصوب عليهم، وما عملوا خطا بعلامه انه عندنا اقرينا لهم يلي كانوا عم يحكوا فيه. لازم الجمهور يعرف انه اقرت الخطه مثل ما كانوا عم يحكوا فيها، تشكك باخلاقياتهم ورجعنا وافقنا لهم على الخطه، ما بيجوز. هيدي ما كانت منيحه مش كرمال العهد وفخامه الرئيس،
يا جبل ما يهزك ريح، ما يهزك ريح، هي مش منيحه بحق البلد، ما كانت منيحه بحق الكهرباء، ما منيحه بحق البيوت، ما منيحه بحق الناس اللي عم تدفع مصاري مرتين، والمصانع اللي ناطره كهرباء والى اخره، بحق اقتصادنا مش منيحه. فبقى ليش شو هالقواص؟ انه انا بعرف لقبه للدكتور جعجع الحكيم ويتمتع بالحكمه. هلا انا ما بعرف اليات الشغل بالقوات اللبنانيه كيف بتصير، من يصوغ القرار، ما بعرف عن جد يعني، بس انا بعرف اني بحبوا عباره مثل ام الصبي، انا ما بعرف مين ام الصبي ومين بي الصبي وكذا، هيئته الصبي اختنق، بتشوف مين الصبي اصلا، مين الصبي بقى، بحبوا هالعبارات. نحن نشتغل بحرص تجاه هذا البلد، مش نقعد نقوص على بعضنا. انا افتكرتها بالحقيقه قصه تشنجات على طريقه الزجل بموسم الانتخابات. تيري لا، انه كان في عده اشياء ما كانت مقبوله. اليوم عم بتعاقبون للقوات لما ترفضوا تعطوا النائب الرئيس؟ لا نحن ما بنعاقبهم. الفيتو اليوم، الفيتو يعني الرئيس الحريري لما يطلع ويقدم التشكيله او المسوده الحكوميه اللي عاطي فيها القوات لعدد الوزراء اللي بدهم يكونوا رئيس الحكومه ويلاقي في اعتراض، يعني نائب الرئيس بكلمه صارت مستخدمه بالاعراف الدستوريه هو لفخامه الرئيس. مرت الماضي فخامه الرئيس نزل عنا دولة الرئيس الحصباني، يعني سموا وتوافق لهم وكل شيء، تشاركنا تنازلنا قول اللي بدك، في اتفاق كامل. اليوم هني عم بيقول نحن خرجنا عن اتفاق، هني خرجوا عن اتفاق، نرجع لدعم العهد كله بينحكى، بس هيدا الموقع لرئاسة الجمهورية بعدكم مصرين وهيدا الأبرز. لا ما هو هيك يعني، لا هو لا لا وزارة سيادية ولا، لا نحن ما عندنا مشكلة وزارة سيادية، نحن بدنا إياهم ياخذوا وزارة سيادية حتما، بس مش من حصتكم. لا نحن بدنا إياهم ياخذوها، شو من حصتنا مش من حصتنا، يحطها على الطاولة، يحطوها على الطاولة، رئيس الحريري عم بيشكل يعطيوني اياها. ما هن أربع وزراء سيادية، وزارات سيادية، خليني يشوفوا كيف بياخذوها، ياخذوها مش من عنا، نحن مش من عنا، لا يعني يا حصتكم يا حصة الرئيس، هيدي الحصة المسيحية. قلت لك مش عم نلعب مونوبولي وريسك، انه نحن محافظين على 30 مقعد بدهم يطلبوها منا، ما بيطلبوها منا، هن بيطلبوا حقهم ما بيطلبوا منا. ما هيدا خذوا قد ما بدكم بس مش من حصتنا، ان شاء الله بتاخذوا 20 وزير ولا لا؟ حتى 20 ما بنرجع نقول انه ال 30 مقعد بنن حصتنا. اوكي، هن 30 مقعد وزاري بالدستور وبالدوله وملك الناس مش ملكنا. لننتقل نحكي عن الخلاف مع الحزب التقدمي الاشتراكي. قبل شوي غرد الوزير النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر ونصيحه الى الرفاق بان لا ندخل في سجالات قيمه مع هذه المجموعه العبثيه التي تصر على اعتماد الهجاء الرخيص بدل الكلام المنطقي الموضوعي. ممتاز. شو سبب الخلاف الحالي يعني بعد هو اصرار التكتل على توزيع ارسلان؟ انا بقول بدي ارجع لموضوع القوات اللبنانية بس لحظة. أنا من الناس المتمسكين بالوحدة الوطنية والوحدة القومية وبعدين بالوحدة المسيحية. هي يحكي عنا البطرك، الوحدة الوطنية وضد الثنائية. أنا طبعا هلا خلينا نحكي شغلة، هذا اتفاق بيننا وبين القوات اللبنانية، بس نحن منا حزبين. يعني نحن في الكتائب اللبنانية وفي المردة وفي المستقلين وفي التشنيط، في كثير احزاب. لانه اول ما تم التفاهم حكيتوا عن 80% واكثر. ايه كمان هو هيك مثلا، بس في 20% كمان هو اهلنا وشركائنا، مش بس اهلنا وشركائنا. اوكي، فانا ما بحب كثير الحكي اللي بيقود لاحتكاك ولا خلاف ولا افتراء. فلا انا مثلا على راس سطح بقول ايه انا مبسوط، قوات لبنان عندهم 15 نائب والله يكرمهم ياخذوا قد ما بدهم وزراء. اوكي، بعنيها من قلبي بعنيها، نحن بدنا هيدا البلد، وبنفس الوقت بدنا كل المكونات. وبدي ارجع اقول انا عم بستخدم عبارات الناس بيفهموها انا مش مقتنع فيها، انا ما بحب كلمه مكونات، مخي السياسي الكاتب عنه انا ما بامن، انا بامن بالوحده الاجتماعيه، هيك مخي. هلا بالمكون الدرزي والمكون السني، هي شو المشكله عند المسيحيه؟ ما في مشاكل هون وهون. انا بتمنى انه لا نقصي احد، تكون حكومه وحده وطنيه، وفاق وطني، مسلحه وطنيه، اللي بدك اسميه، بس يكونوا كلهم يعني على الطاوله. بس ليه المعايير اللي بدك تفرضوها بالشارع السني والشارع الدرزي عم ترفضوها عندكم بالشارع لا المسيحي؟ لا نحن بالعكس، نحن بنريدها لالنا وبنريدها لغيرنا. لا لا، مين قال؟ لانه اليوم انحكى يعني اذا النائب ارسلان نائب وحده درزي بده يتمثل بوزير بالحكومه. خليني اقول لك شيء، اليوم بالجبل
استاذ وجه ملاط كثير بحب عباره وحده الجبل. صحيح. بدي اسال، وحده الجبل بتصير بلا الارسلانيه؟ بتصير وحدة الجبل بلا هالناس اللي عندهم حجم أول وتاريخ. ناس وليد زمرات طبقها لما قبل بترشيح النائب إرسلان بالانتخابات، وبعدين تغيرت المعادلة وتغير المشروع كله. يعني أحرص من كان عليها بالانتخابات النيابية والنائب السابق وليد زمرات. أنا أتمنى الخير للجميع. أنا دارس تاريخ لبنان وبعرف أنه الدروز بأساس لبنان، إن ولادة ما يسمى اليوم بالجمهورية اللبنانية بلشت مع فخر الدين. فخر الدين المعنى الكبير، فخر الدين المعنى الكبير كان درزي وخلق لنا هالبلد وهالحلم. فنحن الدروز أهلنا وأنا بحبهم كتير، أوكي، بس بحبهم اثنينهم أو ثلاثتهم كمان. ما بعد، مع أنه هلأ النائب مع الوزير وقام وهاب مطاي شيء اسمه طير وطني حر. معليش، نحن نضل نحبهم، مش مشكلة. بتحب الكل، بتحب الكل. طيب اليوم لما هيدا التشنج الحاصل بين، يعني بهيك اسمح لي اقول بلسان حال اللبنانيين، انه بيقولوا طب انه الوزير باسيل حقه يفاوض على المقاعد المسيحيه، شو خاصه بالمقاعد الدرزيه ليفاوض اصلا عليها ويفرض نحن التكتل. نائب بتكتل. معلش خليني لك شيء، نحن تكتلنا بضم دروز. انه شو يعني؟ مش هلا لاول مره دروز؟ ايه انه تكتل. هي الفرقة، درزي ضم درزي واحد. حضرة النائب الامير إرسلان عنده حزب وعنده ارقام وعنده عالم، في الاستاذ وئام وهاب كمان، بس ما انه بالتكتل. هو اخ وصديق ونحن من حد. عم نحكي هلا نحن، لانه كانت القاعده النواب على اساس عدد النواب يتمثلوا بالحكومه، مش هيدا الكل نفس بعض نفس الشيء. ليش مرت الماضي ما كانوا نائب واحد وكانوا ممثلين بالحكومه برضا مين كان وقتها؟ برضا جنبي. ايه، وهلا ليش ما بده يرضى؟ هل قال له امبارح الحكي اللي طلع من بيت الوسط وقتها كان في تسويات مثلاً، اليوم ما راح اقبل بهالتسويات مثلا؟ هون عند الوزير باسيل بيرضى ولا ما بيرضى؟ بدنا كذا هون. بيرضى ولا ما بيرضى؟ لا ما بتصير، لازم كلنا نرضى. انه ليش ما بنكون كلنا قاعدين حبايب؟ انه طيب عن جد ليه الاصرار، ليه الاصرار على توزير نائب إرسلان؟ اصرارنا على وحده الجبل. فيكون حيالله نائب من الجبل يتمثل يكون مسيحي؟ بالعكس يا عمي، شو هو مجرم المير إرسلان؟ انه شو يعني شيء مخيف كارلوس الارهابي؟ لا بس اليوم اذا حارسين على وحده الجبل، اي نائب من 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 الجبل ممكن يكون وزير الحكومه؟ ممكن خليه يطرحه، مش مشكل. انا ما عندي مشكل اللي بيرضوه، شو انا بدي احكي عنه؟ اللي بيرضوه ماشي الحال. عن جد انه ليش بدنا نفوت نحن بهيدا السجال؟ هلا انبسطت بالتويت اللي حكيت عنه، بس انا كنت بحب هول التويتات يجوا قبل العاصفه. فمثلا انت بتشوفي لما بيطلع الميتيو عندكم على التلفزيون بيحذرونا قبل العاصفه، نسكر نضبضب حالنا الى اخره، بيكون ماشي الحال. فيا ريت نحن منعلم شعبنا، رجل السياسي شغلته ياخذ شعبه الى السلام. شو عمل النائب جنبلاط؟ لا نحن لازم نعلم العالم ما يشتموا بعضهم وما يتحكموا مع بعضهم. راي سياسي برايه هو تصرفات الوزير باسيل عم بضرب الاقتصاد، هيدا راي سياسي لا شخصي ولا شيء. ونحن لما منجاوب منجاوب كمان ابدا. ما كانت عم بتكون ردود التيار الوطني الحر، وهذا اللي حكى عنه النائب جنبلاط، انه عم بتكون ردود شخصيه وعم نرجع على نبش القبور. لكن خليني لك شيء، هلا بيقدر حي الله برنامج تلفزيوني يرجع بالتويتات لكل الناس لورا، وبيقدر يعملنا عرض حلو كتير. اوكي، انا لن اجيب. لن تجيب؟ اي لن اجيب. تفضل عدم الدخول لا في السجلات. بس انا بدي لك شغلي، نحن شو شغلتنا؟ شغلتنا نرفع مستوى شعبنا لمستوى لائق وحضاري باسم لبنان، ونحن بنتفاخر بتاريخنا وكذا، بس عندنا ناحية شائنة مرتبطة بمزاجنا. نحن هون المزاج دموي حار، فكل مد بنعملنا فوعة ندعو إلى التهدئة. بلا هالفوعات وبلا هالتهدئة خلينا نضلنا ماشيين مثل الخلق والأواديم. عندنا مليون قصة حالتنا بالويل، الناس بلا شغل، الناس عم بتهاجر، الناس في منا ميأسة. خلينا نشوف كيف بدنا نعالج مشاكل الناس. خلي فعلا اذا بدنا نحكي بالاقتصاد يكون الخلاف على برامج وعلى مشاريع للتحسين كمان، مش انه خلاف على برامج حتى ما خليك تقومي بمشروعك. مثلا عم تقترحي مشروع معين بالكهرباء، انا بحطم المشروع حتى ما يقلع معي وما بيكون عندي مشروع بديل. اذا انا اخذته بقلعه هو ذاته للمشروع، هذا منه اقتصاد. اوكي، فنحن بدنا نروح باتجاه انه نشتغل مشاريع ونوقف شتائم. انا ما بحبها. هلا انا يمكن هاي مش اول مره بتستضيفيني، انا ما بحب. انا انسان درست التاريخ وبعرف كل واحد حسناته وسيئاته، ومع كل معرفتي لكل السيئات بقول نحن بشر عنا اخطاء وسيئات وضعفات. فانا تعلمت اني اطلع على الناس
بالنص الكباية المليان واطلع وشوف ما أحلاهم، يعني شوف الناحية الإيجابية. أنا بعرف الأستاذ وليد جملاط واحد من أكبر المثقفين في لبنان على الإطلاق، واحد من أكبر المثقفين في لبنان، وأنا معجب بثقافته ومعجب بإصراره أنه يضلوا يقرأ ويضلوا يفكر. مرة واحد قال لي شو بدك فيها تعمل نايب، أنت بكرة بتعمل نايب لا بتقعد تقرأ ولا بتقعد تكتب. بقى أنا متفاجأ أنه الأستاذ وليد جملاط بعده بيقرأ، بعده بيفكر، عنده وقت للثقافة، بيهدي كتب، بيضلوا حامل كتب بيته وين ما كان في كتب، هيك بيقولوا الناس، أنا ما زيره. أنا معجب فيه، أوكي، معجب بالقيم الاشتراكية الإنسانية يلي هو بيحكي فيها، بقول حلو يضلوا هيك، ولازم ناخد ناسنا لهون لهالخطاب الجيد. أما أنه نعملنا شي فوعة ونفلت على بعضنا ونرجع نطالب بالتهدئة مش حلوة. أنا هلأ رح طالب بالطيارة يحطوك الناطق الإعلامي باسمه. أنا كنت وساعتها ما بنشوف خلافات مع حدا، أنا كنت طيار أصحاب مع الكل. أنا كنت المسؤول الإعلامي. يحصلوا الرد فيك بس ساعات. تسلمي، أنا كنت المسؤول الإعلامي، ولما كنت المسؤول الإعلامي يعني قول ليش الناس بيشتموا بعضهم بيسبوا بعضهم، وحتى هاي قصة الفيسبوك هي قصة إخلاقية، ما في عندك إمكانية لمكنة أو لدولة أو للشرطة أو شرطة أو قضاء يجي يلقطن للعالم. الناس من بيوتها بتشتم. نحن لما نفتنا بحملة انتخابية شتمنا. امبارح عملنا لقاء باليونسكو للتوظيف، انا توقعت الناس يسالوا اسئله من كيف بوصل على اليونسكو او شو بدكم تقولوا او بلاقي وظيفه لاشياء لها خصه بالمهارات وكذا. اما كم من الناس اللي شتموني او استهزأوا فيي او قللوا من قيمه اللي عملناه كثير كبير. شيء بيلفت انه ناسنا هالقد عندهم ميل للشتيمه، عندنا ادب الشتيمه كثير قوي، الاستهزاء، الاستكبار، الاستعلاء، التحطيم بالآخر، تحطيم صورة الآخر. يعني الناس اللي عم يسمعونا وبيشتغلوا على الفيسبوك وعندهم هواية بليز يوقفوا، لا بدنا نشتم هالزعيم ولا هالزعيم ولا هالزعيم، يروقوا، خلينا نشوف كيف بدنا نحاصرهم لهول الزعماء حتى هني ما يضلوا يعملوا لنا فوعات كل مدة ومدة، نحاصرهم بهمومنا حتى نحملهم المسؤولية حتى همومنا تنفرج، لأنه بدنا فرج، ما فينا نستمر إحنا بالقيل والقال على هالطرز. يعني هيدي السياسة اللبنانية أنا أحيانا بقول شو بدي فيها أنا، إذا بدها تكون كلها على هالطرز شو بدنا فيها، خلينا نشوف بلدان العالم كيف بيعيشوا هموم الناس وكيف بلشوا يبنوا. رح أحكي بموضوع اللقاء اللي عملته باليونسكو، كيف وأين أجد وظيفة وكيف كان الإقبال وكيف ترجمتوا فعليا. خلينا ناخذ فاصل علينا قصير ونعود بعدها للمتابعة. الخميس يوم سعدك، رجعت دوليب الخز تبرم. يا نصيب يا نصيب دولي دولي يا دوليب، يمكن نربح يمكن نغنى يمكن ورقتنا بتصيب، يمكن نربح يمكن نغنى يمكن ورقتنا بتصيب. يا نصيب الوطن اللبناني، أكيد أنت